لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. سيواجه فريق الوداد مستضيفه نادي بترو أتلتيكو الأنغولي لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسيبحث فريق الوداد عن العودة بنتيجة إيجابية ضد الفريق الأنغولي، وذلك للمنافسة بقوة على حسم التأهل إلى الدور القادم. ويتواجد فريق الوداد في المركز الأول ضمن المجموعة الأولى بست نقاط وبفارق نقطتين عن بيترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد المواجهة ضد الفريق الأنغولي تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد رضا التقنوتي، في الدفاع الاعتماد على أمين فرحان وأرسن زولا في محور الدفاع، وإشراك أيوب العملود ويحيى عطية الله على مستوى الأطراف كجناحي دفاع، في الوساطة الاعتماد على اللاعب يحيى جبران وأيمن الحسوني بالإضافة للاعب جلال الدودي على مستوى خط وسط الفريق الأحمر، على مستوى خط الهجوم الاعتماد على محمد أوناجم وسيف الدين بوهرة في الأجنحة وإشراك السنغالي بوليسامبو جونيور في قلب الهجوم. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم السبت 11 مارس انطلاقا من الساعة 5 عصرا بتوقيت المغرب، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بعصبة الأبطال. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الرابعة.